يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. الكلام عن التحكيم لا ينتهي. شرفني ونورني في هذه الفقره الكباتن الكبار كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الحكم المساعد الدولي السابق. شرفوني نتكلم معاهم عن كثير من الامور تخص الخبير التحكيم الاجنبي والخبير التحكيم المصري. منور كابتن توفيق. حبيبي يا كابتن كريم، ده نورك. انا زي الفل. كله بخير؟ كله زي الفل. مشرف كابتن صلاح، مشرف ومنور. بنورك. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. كله كويس الحمد لله. شيك اهو تمام. لا كابتن توفيق اشيك. كابتن توفيق كان غيران منك واحنا داخلين. انا قلت له البس بدله بس ما رضيش. حسيت. لا بس انت عارف كابتن كريم قال ايه؟ بلاش. خلاص بقى. خلاص. طيب حبيبي. عايز اقول لحضراتكم الاول انه رابطه الانديه اعلنت منذ لحظات اعلان طاقم تحكيم اجنبي لمباريات نهائي كاس الرابطه. بالمناسبه يعني بمناسبه الكلام عن التحكيم هقول لكم لما نرجع كمان كلام عن وزاره الشباب والرياضه بتتحدث ايضا عن التحكيم وانها ما بتتدخلش في اي قرار يخص اتحاد الكوره بخصوص لجنه الحكام. نشوف تقرير عن الحكام ونرجع بقى نتكلم كثيرا مع حكامنا الكبار. خليكم معنا. ما بين ركلات جزاء غير محتسبة وأخرى غير صحيحة وقرارات عكسية وأزمات في التعامل مع تقنية حكم الفيديو واعتراضات الكثير من الأندية، يعيش التحكيم المصري فترة عصيبة في الوقت الحالي تسببت في أزمات كثيرة خلال مباريات الدوري والكأس، الأمر الذي دفع الأندية ومسؤوليها للهجوم على الحكام بشكل مستمر بعد غالبية المباريات. فرغم دخول تقنيات حديثة من شأنها المساهمة في تقليل الأخطاء التحكيمية وتطوير أداء ومستوى الحكام، إلا أننا ما زلنا نشاهد أخطاء متكررة بشكل مستمر في غالبية المباريات المحلية، وهو ما دعا اتحاد الكرة لاستقدام خبير أجنبي هو الإنجليزي كلاتنبرغ للإشراف على لجنة الحكم والمساهمة في تطوير الحكم المصري. لكن يبدو أن هذا القرار لن يمر مرور الكرام بسبب اعتراض عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام على تواجد كلاتنبرغ، بالإضافة إلى رفض أكثر من حكم سابق للفكرة. في الوقت نفسه ظهرت العديد من التقارير التي أكدت فشل كلاتنبرغ في تجاربه السابقة بالسعودية واليونان، وهو ما جعل الجماهير لا تتفائل بإمكانية تطوير التحكيم المصري في فترة قريبة. وأمام هذا كله يتعرض الحكم المصري لانتقادات عنيفة من الجماهير سواء أخطأ أو أجاد. فهل نجد حلاً لهذه الأزمات المتكررة والتي بسببها لن يتواجد التحكيم المصري في مونديال قطر 2022؟ أم ننجح في إعادة التحكيم المصري لسابق عهده ونستعيد الريادة الإفريقية والعربية؟ يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. بجانب الخبر اللي لسه هقوله لكم دلوقتي انه رابطه الانديه قالت ان طاقم تحكيم اجنبي لمباراه نهائي كاس الرابطه بين فيوتشر وغزل المحله، وزاره الشباب والرياضه اصدرت بيان منذ لحظات. حابب اقراه لحضراتكم بسرعه عشان كل ده يخص الحديث اللي هيدور دلوقتي. تؤكد وزاره الشباب والرياضه انها لا تتدخل مطلقا في اي من الشؤون الفنيه او قرارات مجلس ادارات الاتحادات الرياضيه ومنها الاتحاد المصري لكره القدم، وذلك في ضوء ما تداولته بعض المواقع الالكترونيه عن وجود تدخل في شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم يتعلق باختيار أو الإبقاء أو التغيير بلجنة الحكام التابعة للاتحاد. وتؤكد الوزارة أن هذا الأمر من صميم عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولا علاقة للوزارة بأي قرارات تصدر من مجلس إدارة الاتحاد تتعلق بلجانه المختلفة أو شؤونه الفنية أو المسابقات. وشددت الوزارة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الهيئات الرياضية في إطار دورها المتعلق بالرقابة والمحاسبة، ولا تتدخل مطلقا في شؤونها أو لجانها الفنية. كابتن توفيق، مفاجأة بالنسبة لطاقم تحكيم أجنبي لنهاية كأس الرابطة، خاصة ما فيش أهلي وزمالك. صحيح. احنا متعودين طاقم تحكيم أجنبي في مباراة الأهلي والزمالك. يعني خلينا نتفق على شيء مهم جدا، إن طبعا أكيد ده حصل بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي تنسيق مفترض إنه في تنسيق مع لجنة الحكام الرئاسية. كل الاحترام والتقدير للبطولة طبعا، لكن احنا عايزين نقلل وجود الحكم الاجنبي وجود الحكم الاجنبي في مصر. اعتقد انه لابد انه يقل الفتره اللي جايه دي. يعني هتلاقي انت بتفتح الباب وبتفتح المجال على مسرعيه زي ما بيقولوا كله يبقى انه كل بالظبط كده. فانا بشوف طبعا مباراه نهائي رابطه الانديه المحترفه هو مباراه محترمه، مباراه كبيره او البطوله، لكن انا في اعتقادي الشخصي ان التحكيم المصري
هو أضر على مدار البطولة كلها كان بطاقم تحكيم مصرية. فأعتقد كان الأولى أو كان الأفضل أن طاقم تحكيم مصري برضو عندنا حكام على أعلى مستوى من الكفاءة الحقيقة وحكام كلهم حكام محترمين كان يعني أنا شخصيا كنت بتمنى أن يدير المباراة النهائية طاقم تحكيم مصري، خصوصا أن يعني المباراة زي ما حضرتك قلت ما فيهاش أهل ما فيهاش زمالك ما فيهاش حتة عصبية أو جماهيرية أو حاجات من هذا القبيل يعني. لا غزم طبعا فريق جماهير كبير بس طبعا لا بس احنا بنتكلم ان دايما الأهلي والزمالك هم بالظبط كم أجانب بالظبط يعني. لا احنا شفنا الماتش اللي فات مباراة برضو الكاس كان الأهلي وبيراميدز تم استخدام حكام أجانب برضو الحقيقة صحيح مفهوم. طيب كابتن محمد واضح كده انه خلاص في ثقة مكسورة وبشكل واضح في حكامنا المصريين، يعني الحاجات دي دايما احنا بنحاول نجملها ونقول لا حكامنا بخير وحكامنا رائعين وحكامنا كبار وهم فعلا كده بالمناسبة يعني صحيح. بس الثقة الأندية والاتحاد نفسه فيهم ما بقتش كبيرة، ده دليل الحاجات اللي احنا بنقراها وبنشوفها دي. تمام اتفق معاك، ولكن الثقة دي فقدت مين يتحمل مسؤوليتها؟ اللي يتحمل مسؤوليتها نمرة واحد لجنة الحكام، نمرة اتنين اتحاد الكورة. اتحاد الكورة هو المفروض هو الظهر بتاع الحكام، هو ما بيحميش الحكام، وكذلك لجنة الحكام ما بتحميش الحكام. هديك مثال اتفضل. كان عندنا في المسابقه يعني الدوري اللي انتهى بتاع القسم الثاني مثلا او القسم الاول هتلاقي فيه اعتداءات كتيره حصلت على الحكام وفي توصيات بالشد وصلت للاتحاد الكوره من لجنه المسابقات ما تمش البت فيها. تخيل انت حكامك تم الاعتداء عليهم في الملعب وده يمكن ناس كتير شافته واتذاع والناس كلمت فيه، اتحاد الكوره ما حماش الحكام. فهنا الثقه ابتدت تتهز، ثقه الحكم نفسه في المنظومه اللي هو بيعمل يعني تحت مظلتها خلاص هو مش حاسس ان هي بتجيب له حقه. صحيح. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت النهارده عمال تقول تحكيم اجنبي تحكيم اجنبي واحنا عمالين نقول عايزين حكام في كاس العالم، طول ما في تحكيم اجنبي عندنا هنا في مصر تاكد تماما ان مش هيبقى عندك حكم في كاس العالم نهائيا. ليه؟ لان دلوقتي الكاف الاتحاد القاري دايما بيبص على الحكام الدوليين وبيحط السبوت عليهم في المسابقه المحليه. طالما انت حكامك مش شايله الدوري بتاعك او مش شايله المسابقه بتاعتك هو خلاص بيبعد خلاص بيصرف نظر عنك تماما. فلازم اتحاد الكوره يفهم ان وجود التحكيم الاجنبي خلاص انت كده بتضعفه حتى في القاره الافريقيه كمان مش في وجوده في كاس العالم بس. طيب هنا تمام ما فيش مانع بقى ان احنا نجيب خبير تحكيم اجنبي. كان اهو الكلام على انه لجنه الحكام مين اللي ادى فرصه عملت مشكله صحيح الكوره عامل مشكله، طب ما نجيب حد بقى يحل لنا المشاكل دي، ده احنا مش عارفين نحلها. طيب مين المتسبب ان الاتحاد المصري لكره القدم يفكر انه يجيب خبير اجنبي؟ انا توفيق السيد اهو بعترف وقلت لحضرتك ان انا عندي تحفظ على وجود خبير اجنبي في مصر، عندنا ناس قامات كبيرة جدا وقامات محترمة، كابتن جمال غندور، كابتن رضا بلتاجي، كابتن أحمد عودة، كابتن سمير عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف، عندنا لو قعدنا نتكلم هنلاقي في مجموعة كبيرة. أنا اتفضل قطعني لا قطعني 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 وكابتن عصام عبد الفتاح عليهم يعني تمام. من وجهة نظر اللي احنا قلنا الأسماء كلها زي الفل بغض النظر هنتفق ولا نختلف تمام، بس مع كامل الاحترام حقيقي مع كامل الاحترام لكل الأسماء العظيمة دي مع كل واحد فيهم اداره التحكيم المصري كان تقريبا نفس المشاكل موجوده. لا ما انا ما شفتش مشاكل بالطريقه اللي احنا في الوقت الحالي طيب احنا دلوقتي في البيك بتاع المشاكل بالظبط كده بالظبط كده بس ما احنا كنا بنعيش مشاكل. لا خلينا بس اسمعني خلينا انت حضرتك سالتني مين طبعًا. السبب ان احنا نستعين بخبير النهارده اتحاد الكوره ما كانش قدامه اي فرصه ولا اي حاجه تانية غير انه يجيب خبير اجنبي عشان يطور منظومه التحكيم، لانك انت النهارده المباريات لا يخفى عن حد ان سوء اداره لجنه الحكام الحاليه بقياده الكابتن عصام عبد الفتاح ولجنته المحترمه سوء اداره على مدار 10 شهور، سوء اداره بمعنى سوء اداره. النهارده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في 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 في, في تعيينات ما تعرفش التعيينات رايحه فين جايه منين، الحكم بيلعب امبارح ويلعب بعد بكره وفي حكام ثانيه قاعده تتفرج وفي الكلام ده كله بيعمل حاله احتكام ما بين الحكام نفسهم. وهاخد من محمد كلمه جميله جدا، الحكام فقدوا الثقة، بعض الحكام الكبار فقدوا الثقة في نفسهم لأن الإدارة بتاعتهم ما بتحميهمش. صحيح. دي نقطة مهمة جدا. صحيح. مين اللي خلى اتحاد الكورة يا كريم يجيب أو يفكر إنه يستقدم خبير أجنبي عشان يطور التحكيم؟ هو كابتن عصام عبد الفتاح، مع كل الاحترام والتقدير لأي حد، لكن النهاردة
التحكيم ماشي بشكل مش كويس واحنا شايفينه كويس جدا. الكابتن عصام في تصريحاته كان رافض تماما هذه الفكره، قال كده. ما انا لسه جاي لحضرتك في الحته دي مهمه جدا. الكابتن جمال غندور كان معايا في مداخله من كام يوم، كان رافض تماما تماما يبقى في خبير تحكيم. بص هقول لحضرتك على حاجه، طبعا كل الاحترام والتقدير لراي الكابتن جمال وانا كنت متفق معاه، ما فيش ادنى مشكله، بس احنا عندنا امر واقع دلوقتي. اتحاد الكوره جاب الراجل وعمل مؤتمر صحفي. انت عندك في حاجه مضحكه يعني، في مفارقه كده جميله يعني. اتفضل. استاذ جمال علام رئيس الاتحاد من قبل ما يقولوا هتجيب خبير اجنبي طلع قبلها باسبوعين تقريبا قال لك احنا متمسكين بالكابتن عصام عبد الفتاح لان عنده خطه التطوير، احنا عايزين نطبق خطه التطوير. تمام. فين دي خطه التطوير؟ ما انا جاي لك. هو ده ده, ده 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 تصريح رئيس الاتحاد. بعد اسبوعين لقينا اتحاد الكوره بيعلن ان احنا جبنا خبير اجنبي وعاملين له مؤتمر صحفي عشان يطور لاتنبرج. فدي ان كان بيدل على التضارب حتى التصريحات، ومفيش حتى حاجه مدروسه يعني، الكلام مش مدروس ومفيش خطه يعني. انت نفسك بتعترف بتقول انا متمسك بيه عشان يكمل الخطه، طب ما هو مفيش خطه تطوير. وفي حاجه تانية يا محمد، كابتن عصام طلع استبق الاحداث، استبق الاحداث، ونقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها. بغض النظر انا متفق على وجود على وجود خبير تحكيمي اجنبي من عدمه، كابتن عصام طلع استبق الاحداث واعترض بشكل كامل وكبير جدا على قرار مجلس اداره الاتحاد، وقال مين باللفظ كده، قال مين كلاتنبرج ده ما راحش كاس عالم. هو مش شرط يا كابتن عصام ان الحكم عشان يروح كاس العالم انه يعرف يدير منظومه التحكيم، والا وفي الناحيه ثانيه عارفين على المدربين، مش شرط انك تبقى لاعب كبير تبقى مدرب كبير، والا كان مارادونا بقى احسن مدرب في العالم. بالظبط كريم. النهارده انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لم يمارس كره القدم، قبل منه جوزيب بلاتر نفس الشيء. اللي بيديروا اعلى منظومه كرويه في العالم، ما الاداره مالهاش علاقه باللي انت بتقوله ده. بس انت عارف الناس دي ناجحه ليه؟ لانه هو بيسيب كل حاجه للمتخصص. طبعا للمتخصص. النهارده مع احترامي وتقديري عندنا 19 عضو لجنه حكام، مؤخرا الكابتن فهيم عمر كل الاحترام والتقدير ليه استقال من لجنه الحكام وفضل انه يشتغل مدير كره في نادي ترسانه، استقال. فبقى في 18 عضو، ال 18 عضو انا مع احترامي وتقديري لابد ان كل واحد فيهم لو كان قام كل واحد فيهم بدور، او الكابتن عصام عبد الفتاح من ضمن خطه التطوير اللي اتكلم عليها محمد، اللي احنا ما شفناش خطه التطوير، لو كل واحد قام بدوره في ال 18 واحد دول او ال 19 واحد دول كان التحكيم مشي بشكل كويس. لكن النهارده من الذي تسبب في ان الاتحاد الكوره يفكر؟ لا، هو الكابتن عصام عبد الفتاح بسوء ادارته الحاليه في اداره التحكيم. كابتن عصام عبد الفتاح فين يا كريم؟ كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب حاليا، والدوري المصري مشتعل فوق وتحت. كابتن عصام عبد الفتاح في المغرب بطوله افريقيا للسيدات بصفته عضو لجنه الحكام في الاتحاد. يعني اعتقد ان مش كل الحكام او كل اعضاء لجنه الحكام في الكاف راحوا البطوله دي. النهارده هنا اولى التوقيت ده. بمناسبه ان الكابتن عصام يعني في مسؤول في الكاف، احنا في مصر ما عندناش حكم مصنف، حكم دولي مصنف في الكاف. يعني كل دول شمال افريقيا، لان الكابتن عصام هو المسؤول الزون، كل دول شمال افريقيا حكامهم مصنفه، عندهم رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد ورقم اثنين. احنا البلد الوحيده اللي ما عندناش حكم مصنف. يا هو كابتن عصام بيصنف، لا هو كابتن عصام بيصنف الحكام المغاربه والجزائريين على يعني هو بيصنف. انا بقول لك مش من ضمن يعني دي حاجات في ضمن تصميم الشغل. تمام. في الكاف حكام مصر في القائمه الدوليه مش مصنفين. طيب انا هقول لكم حاجه بصراحه. قول. انا الحكايه بالنسبه لي مش الكابتن عصام خالص. لا لا احنا بنتكلم على راس المنظومه. لا انا بكلمك على على منظومه التحكيم. مين راس المنظومه؟ طبعا الكابتن عصام هو ما له مسؤوليه، بس انا بالزبط. انا عايز اتكلم الموضوع بشكل اشمل وبشكل اوسع. جميل. كلاتنبرج لما هي وهيبقى موجود وهيتولى اداره التحكيم هيشتغل ازاي؟ هقول لك. انا هاخد من كلام كلاتنبرج وهرد عليك. كلاتنبرج في المؤتمر الصحفي قال جزئيتين مهمين جدا. هاخد من كلامه وهقول لك هيشتغل ازاي. هو قال انا هطلع كل اسبوع تسجيلات الفار ما بين في غرفه الفيديو. تمام. وده شيء مخالف بالمناسبه. انا هساله سؤال، يعني هوجه لاتحاد الكره سؤال، هل الكلام ده معمول بيه في الدوري الانجليزي اللي هي بلده؟ ما شفناهوش. فهو الناس سابته يطلع يتكلم بيقول كلام مش عارف هو بيقول ايه. نمره اتنين، هو قال حاجه تانية، قال لك انا هعمل اختبار لياقه بدنيه كل شهر. اولا علميا الكلام ده مش صحيح. لا يا محمد، هو عايز يعمل قياس للاختبارات البدنيه. لا يعني هو قال اليويو. هعمل اختبار اللي هو قال هعمل اختبار بدني. لا بدني، ما هو ممكن تعمل اختبار بدني. ما دي لا، بس دي فيها حاجه مهمه. ممكن تعمل اختبار بدني زي ده على غرار الدوري الانجليزي. مش مختلف معاك. الحكام عندهم 55 سنه بيحكموا. في نقطه تانية، انت النهارده الحكام هو ما يعرفش الحكام بتتمرن ازاي. ما انت تيجي النهارده عشان ان انا اطلب منك حاجه لازم ابقى عارف امكانياتك ايه. انت النهارده الحكام بتتمرن لا معاه مدرب وبيتمرنوا بشكل عشوائي، كل مجموعه بتتمرن مع بعض. انا عايز اقول لك على حاجه، في حكام بتروح انديه، الانديه بتقول لهم لا احنا
وبتطلعهم بره الملعب. يعني يعني حكم داخل يتمرن في نادي يقول له لا معلش احنا قفلنا الملعب بيتصلح شكرا روح اتمرن في حته تانية. انت النهارده هل انت اتحاد الكوره حليت ده؟ الحكم يخش فيه، انا بقول لك على وقائع، في حكم يروح يتمرن في نادي تلاقي بقى المسؤولين في النادي يقولوا له ايه يا كابتن ما تخلوا بالكم مننا شويه بقى. ده حصلت فين يا محمد؟ والله زي ما بقول لك انت انا بقول لك على وقائع مع يعني حصلت. بتروح النادي تتدرب، هما بيتمرنوا فين؟ ما بيتمرنوا في انديه صح تمام. اتحاد كل واحد بيتمرن بقى في النادي هو وعلاقته بقى بالنادي. معلش انا اسف والله انا اسف. انت لو مثلا بتروح تتدرب في نادي سين تمام وكان عندك ليه مباراه بعد كده وحسبت عليهم ضرب الجزاء مثلا هتعمل ايه بقى؟ ما بتدخلكش الملعب بعد ال... ده بيحصل؟ طبعا بتتعرض لمضايقات. طبعا ده بيحصل دي حقيقة. فانت ده اللي انا عايز اقوله يعني ده اللي انا عايز اقوله. انت طالع بتقول له انا كده بتاع بس انا بس معلش هو كلاتنبرج بقى لما يجي نقول له القصص دي لا بس انا هقول لك على حاجه مهمه جدا. في نقطه يمكن مش عارف غايبه عن الناس، هو كلاتنبرج مش هيجي رئيس لجنه الحكام. ايوه وهيجي مدير اداره التطوير مظبوط او هو ماسك الحته الفنيه بالظبط. طيب اذا منصب رئيس لجنه الحكام هيفضل موجود، ما هي اختصاصات منصب رئيس لجنه الحكام وما هي اختصاصات لم تعلن؟ لم تعلن ليه؟ لان هو الراجل لما جه المفترض انه لما يقعد مع رئيس لجنه الحكام الحاليه عشان يشوف بعض الامور وكلام، هو الراجل مش موجود. فهنا ما كانش فيه نوع من انواع التنسيق، كان لابد ان كابتن عصام عبد الفتاح بصفته رئيس لجنه الحكام رغم ان الكابتن عصام مسبقا قال ان انا الراجل ده لو جه وتهجم عليه بشكل سخريه والى اخره لو جه انا مش هشتغل. انا في اعتقادي الشخصي كان لابد من الكابتن عصام عبد الفتاح بمجرد ما اتعمل مؤتمر صحفي وظهر الراجل ده كان لابد من تقديم استقالته فورا لان هو الذي تسبب ان الاتحاد المصري يبحث خارج المنظومه التحكيميه المصريه عن حد يجي يدير المنظومه وبسرعه. يعني احنا النهارده انا نفسي ما توقعتش ان كلاتنبرج وهو انا الكابتن عصام نفسه ما توقعش الكابتن محمد ما توقعش انه يجي بالسرعه دي. ممكن حضرتك تكون اتفاجئت ان هو جه بالسرعه دي ان هو يعمل مؤتمر صحفي. انت اثرت نقطه مهمه جدا، يعني انا لو عايزك تركز كده في الصوره اللي تم نشرها وكلاتنبرج موجود يعني من البروتوكول انه الراجل ده موجود يجي ممثل من لجنه الحكام يكون صحيح. موجود في بالزبط. في المؤتمر او موجود في القعده على الاقل يشوف فريق العمل اللي هيشتغل معاه. احنا ما شفناش اي حد من لجنه الحكام. طب هسالكم بقى حاجه بمنتهى الهدوء كاسره التحكيم، انا دايما بسمع كلمه اسره التحكيم دي. هو كابتن عصام اللي برضه اللي بيخترع انا بصراحه بس مش انا بصراحه هي الحاجات دي أنا مش كلمه وحشه. لا هي مش لا كلمه لا وحشه لا لا هي بالعكس هي لا لا هي كلمه حلوه طبعا طبعا بس هو في حقيقه الامر ما بشوفش اسره ما اكذبش عليكم يعني لا بنشوف اسره ليه؟ لا. بص هقول لك على حاجه، اولا انا اسف للوضوح لا لا خالص لا لا انت عندك حق انت عندك حق في اللي انت بتقوله بس لا استنى يا محمد لا مش من اللي واصل له. ما هو بص انت حضرتك بتشوف الكلام ده او تسمع عنه انا بقول لك عشان بس انت بتقول لي حاجه مهمه جدا بتقول لي كابتن عصام احنا مش مختصين. احنا مش مختصين طبعا بالكابتن عصام فتح لكن خلي بالك يا كريم ركز كده ان جميع الحاجات اللي بنقعد نتكلم فيها دي ما بتحصلش غير لما بيجي الكابتن عصام عبد الفتاح على راس المنظومه التحكيميه. انا متفق معاه مليون في الميه. كابتن جمال عمره ما جه وقال الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام ده. كابتن رضا عمره ما قال الكلام اللي بيقوله الكابتن عصام ده. طبعًا. انا بتحارب وانا واسره وانا أنا كابتن حسام عمره ما قال الكلام ده. انت عارف ليه انا بحاول اقطع في قصه الكابتن عصام برضه عشان ما حدش يحس ان انا بقطع على الكابتن عصام. لا انا هقول لك ليه بصراحه خالص يعني. عشان هو راجل مش موجود فحتى وانا اصلا مش قادر ارد له يعني انا اللي اقدر ارده دلوقتي ان انا يعني اوجه الكلام في قصه الاساسي بتاعنا النهارده لا لا ان احنا النهارده اساس الكلام النهارده على كلاتنبرج بس ممكن يبقى حضرتك عندك مليون في الميه حق في اللي بتقوله بس انا ما اقدرش ايده او ارفضه كابتن عصام مش موجود صحيح. لو قدروا يدخلوه يبقى هايل ويخش يتكلم لو كان متاح فعشان كده بس بحاول اخد الكلام كلاتنبرج يعمل ايه بقى يعني الراجل ده محتاجين احنا نساعده ازاي احنا دلوقتي محتاجين نحبه بقى يعني حتى لو حد عنده تحفظ ان الراجل ده ايه خلاص امر واقع فبقى امر واقع فنساعده عشان يشتغل وينجح. اوكي متفق معاك لازم نساعده عشان ينجح بس هل دي مهمه اتحاد الكوره نمره واحد ان انا لما اجيب له فريق العمل اجيب له فريق عمل لازم يقعدوا مع بعض ويوضح صلاحيات كل واحد ودور كل واحد يكون واضح الملامح عشان الناس تعرف تشتغل مع بعض واحنا مرتاحين مع بعض. ما انت مش ممكن انا هاجي اقول لك في اتنين رئيس في لجنه حكام ازاي؟ طب والحكام هتتعامل مع مين؟ بدنيا هيتعاملوا مع كلاتنبرج ولا مع رئيس لجنه الحكام؟ مين هيبقى مسؤول التعيينات؟ كلاتنبرج ولا رئيس لجنه الحكام؟ هل هيبقى ليه دور وليه راي في التعيينات؟ يقول لك ده يصلح ولا ده ما لا يصلح؟ في بقى سؤال في منتهى الاهميه. في منتهى الاهميه وهتجاوبوني عليه انتوا الاثنين.
دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباريات الاهلي والزمالك القادمه كلها بحكام مصريين. تفتكر حد يعترض عليه او اتحاد الكوره هيجبره ان يبقى الحكام اجانب؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، ده المفترض ان اتحاد الكوره جاب راجل متخصص وعشان يطور التحكيم اذا لابد ان كلامه صلاحات. طبعا تديله الصلاحيات، تديله صلاحيات شيء طبيعي جدا. انا هبعد، مش هبعد بعيد، هو كابتن وجيه احمد لما كان موجود في رئاسه لجنه الحكام مش محمود البنا وامين عمر ادار مباراتين للاهلي والزمالك، بس ده ما كانش قرار كابتن وجيه. معلش بقى وماله؟ طب وماله الكابتن عصام برضو والكابتن محمد عادل حكم؟ ما انا لسه بقول برضو لسه يعني هقول لسه هقول طبعا مش مختلف. والكابتن عصام نفسه كان موجود محمد عادل في هيجي كلاتنبرج. هوضح السؤال تاني. اتفضل. دلوقتي كلاتنبرج طلع قال مباراه الاهلي والزمالك القادمه في كاس مصر مثلا خلاص هي تحدد لها حكام اجانب، بس المباراه القادمه دي بحكام مصريين، هل اتحاد الكوره هيجبره ان يبقوا حكام اجانب؟ لا ما اعتقدش. طب انا هقول لك حاجه، لابد ان الراجل طالما انت جبته عشان يطور المنظومه التحكيميه وانت بتثق فيه معنى كده انت بتثق فيه، فاذا لابد ان انت كده تثق في قراراته. قراراته مهمه جدا. اتفضل. هو الراجل جاي ليه؟ عشان يطور. صح. كلمه تطوير دي، تطوير تحكيم دي كلمه كبيره قوي. صح. تمام. فاذا كان هو جاي عشان يجيب حكام مصريين فده واجب عليه، ده دوره الاساسي ان يكون المسابقه المحليه بتدار بحكام مصريين، ده دوره الاساسي. مزبوط. كلمه التطوير دي يعني لا وجود للحكام الاجانب. دي نمره واحد. تمام. نمره اتنين بقى، النهارده الراجل ده انت طالب من الحكام طلبات. مين اللي هيجيب حق الحكام النهارده؟ الحكام لحد النهارده ما خدتش فلوسها. وتم الاعلان، انا عايز اقول لك في حاله غضب جوه الحكام، انا بنقل لك الصوره اللي يمكن الحكام ما تقدرش تقولها. النهارده تم الاعلان عن راتبه 25000 او 30000 تقريبا دولار. النهارده لحد النهارده الحكام ما خدتش ولا مليم. هتتعامل معاه ازاي؟ انت بتسمع رقم وانا باخد رقم، دي حاجه تانية. دي مالهاش علاقه يا محمد. بص لا دي 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 دي, 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 دي علاقه لا اساسيه. لا اسمعني بس، انا اسمعني اسمعني، انا اقصد ايه بس؟ انا ما اقصدش دي علاقه. النهارده مش المفترض ان الحكم يبص للرئيس بتاعه او المسؤول عنه بياخد كام فلوس؟ طب ما انت بتطلب مني. اصبر يا محمد، اصبر بس شويه، ما انا هرجعك. انت النهارده عشان تطور منظومه التحكيم لازم تدي الحكم حقه. طيب يعني ما اختلفناش خالص، وانا مختلف في الحته دي. طبعا. حته الفلوس دي انا رقم واحد فيها بتكلمك فيها، لكن النهارده مين المسؤول حاليا على ان الحكام بقى لها ست شهور ما تاخدش مرتباتها؟ اتحاد الكره ولجنه الحكام. جميل. هل اعضاء لجنه الحكام ال 18 بيقبضوا ولا ما بيقبضوش؟ بيقبضوا كل شهر فلوسهم زي الفل. ازاي انا مسؤول اقبض او اتقاضى مرتبه؟ ده حقه اتقاضى مرتبه على عمله، بس في نفس الوقت لازم الحكم يتقاضى مرتبه، يتقاضى اجره، على خصوصا ان في حكام الحكام الصغير، انا كمان هنزل بمستوى ان في حكام صغيرين محتاجين الكلام ده. مفترض الشيء الجميل حكام طلب على فكره. طبعا ان انت تدي الحكم اجره وتدي الحكم حقه، دي اول حاجه في منظومه التطوير. ده الف بيه تطوير. ده الف بيه تطوير. طب سؤال ليكم الاثنين، كلاتنبرج هينجح في مصر ولا مش هينجح؟ ده بيتوقف على عده عوامل. ان الناس الموجودين، انا قلت لحضرتك انا كنت مسجل موقف وموقفي واضح وصريح ان انا متحفظ على وجود خبير اجنبي، لكن طالما بقى امر واقع انا مطالب مني كمسؤول سابق او كحكم ان ادعمه. شيء طبيعي جدا. صحيح. ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ لان انا مش بدعم شخصه، انا بدعم شخص هيجي مسؤول يطور في التحكيم. حته ان احنا نسبق الاحداث ونقول الراجل هيفشل، الراجل ما هيفشلش، اصل احنا هنعمل له، اصل يبعتوا له فيديوهات، اصل الكلام ده يعني انا اشوفه انه كلام صغير. بس هي يعني هقول لك رايي في القصه دي. هو تم الاعلان ان الراجل ده عقده سنه. كلمه تطوير تحكيم دي حد ادنى سنوات. حد ادنى اربع من اربع لخمس سنين لو كان في حد الادنى. مظبوط. فانت النهارده اعلنت ان هو عقده سنه. سنه وهيمشي. شوف المجلس مدته قد ايه يا محمد؟ فبالنسبه لي المجلس مدته قد ايه؟ لازم المجلس يمضي مع حد. انا مش هدخل في القصه دي. لا لا دي نقطه مهمه. لا لا بس بتكلم على نقطه اداريه مهمه، بس هو الراجل بيتكلم على نقطه فنيه. فنيه صحيحه. صحيح. بتكلم على الموقف الحالي. هو بيقول لك انا فاهم يقصد ايه. الكلام متفق معاه على فكره. متفق معاه. انا ممكن الكابتن توفيق بيقوله ده ممكن احله ازاي؟ هحط لهم اعرض لهم الخطه بتاعتي، دي خطه طويله الاجل وفي خطه قصيره الاجل، وهشتغل اتفضلوا دي الخطه بتاعتي. والله الناس مشيت، اللي جاي بعد كده عايز يكمل، ودي خطه لمده اربع خمس سنين. ده الشغل الصح. صحيح. لكن تقول لي انا تعاقدت معاه لمده سنه وهياخد بعضه ويمشي، فبالنسبه لي مفيش تطوير. يعني لو تحت عنوان سنه دي فالكلام ده في الواقع العملي. انا متفق مع محمد تماما. شكلا الموضوع عن تطوير التحكيم. وبعد كده انت النهارده هسالك سؤال. هذا سؤال مهم جدا. انت النهارده جاي تطور اداء ال 20 او 25 حكم اللي هم بيحكموا
في الدوري الممتاز فقط ولا هتاخد من القاعده من تحت؟ ده انت اثرت نقطه. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، التطوير ان انا الاقي حاجه حد كويس عنده قابليه او عنده الموهبه ان انا اطور من ادائه عشان اوصله للمستوى اللي احنا عايزينه. صحيح. طب انا هقول لك على حاجه انفراد بقى ليك في البرنامج يعني. قلت لي مش انفراد ده. لا ما ده بحتفظ بيه لنفسي. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم على الحكام. انت عندك الرؤساء اللجان الحكام المناطق الفرعيه. تمام. نفس الموضوع عندهم غضب، ما هي الناس دي بتشتغل متطوعه. ودول اللي بيطلعوا القاعده بتاعت الحكام، انت جايب له الهيد بتاعه يتقاضى مبلغ وقدره بالدولار. مبلغ محترم، الناس دي بتشتغل متطوعين. فانت النهارده مين هيساعدك او انت الناس؟ نفس الموضوع انا بكلمك بقى على المستوى المسؤول. ده مش بس الحكم، مش بس الحكم، اللي فوق الحكم، اللي فوق الحكم عنده مشكله. ده عنده مشكله. صح. تمام. صح. الحاجه الثانيه بقى، انت النهارده مثلا في مطالبه نزلت لاتحاد الكوره للحكام. تمام. لما راحت نزلت تحت رجعت قالوا لهم لا كده كتير، صرفوا فلوس القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز والقسم الثاني وبعض مباريات القسم الثالث، دوري الشباب والدوري الجمهوريه ما اتصرفش اللي هو بيتكلم عليه. ده مهم جدا. طبعا احنا بنتكلم عليه اللي هم الولاد الصغيرين دول. طبعا. تمام. وانت عشان تعمل تطوير لازم حتى تستقطب ال الشباب الصغيرين دول. هو ده هم دول بقى اللي انت محتاج تطوره. بالظبط. هم دول محتاج تشتغل. انت بتعمل له، انت بتخليه بينفر منك. عندنا مشكله كبيره جدا. انت النهارده عندك اربع خمس حكام فاضل لهم موسم واحد ويكونوا خارج القائمه الدوليه. الله. هل حضرتك شايف يا كابتن كريم؟ لا مش شايف. برافو عليك. شايف ان في صف؟ ايوه. مش شايف. بس انا متفق معاك. شفت؟ صح. انا اسف. انا لا لا انا زيك. انا عندي مشكله في الجيل القديم. طبعا. احنا بنعيش الواقع، احنا بنتكلم على الواقع. عندنا حكام محترم، ما عندنا حكام على اعلى مستوى من الكفاءه الفنيه. ولا انا دايما باكد على الجمله دي. انا متفق. طبعا. انا دايما باكد على الجمله دي. على مستوى الاحترام والنزاهه والكفاءه وكل شيء، حكامنا فعلا محترمين وكبار. ناقصهم بعض الامور في التطوير، ناقصهم بعض الامور في امكانيات الثقة. وفي الثقه طبعا موجود. ناقصهم طريقه التعامل. صحيح. من المسؤول. صحيح. كابتن كده ليه؟ كابتن توفيق سيد شرفتني ونورتني حبيبي. انا شرف دايما ليه. بسعد جدا بتواجدك معايا. انا سعيد معاك كابتن محمد صلاح الفتاح، حقيقي كنت سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل ان شاء الله نستقبل الاستاذ رامي رجب والاستاذ حسام زايد الناقدان الرياضيان. خليكم معنا.